الدولة في حقها ما خليكش انت تجي تدخل هاد ليكيبمون تاعك ممنوع دوطون بليس كو في القوانين تاعهم تاع الفاني قلت كلمة 59 تقول لك كل حاجة اللي تدير رمز للسياسة ممنوعة ممنوعة منع باتن. دوك هما يتلعبوا في هذه واش هم حابين؟ هم خلقوا مشكل ان شاء الله هما يغلقوا فيه. هم اليوم داروا الاجتماع هذاك اجتماع ما قدرش يافونسي. هما قاعدين اعطونا ليكيبمون تاعنا قالوا لهم الناس المسؤولين تاع لي سمال تما قال لهم هذا امر يهم السياده فعلا هكذا ها في الادوار ها نسو الدوار مستحيل ليكيبمون تاعهم كي تجوا رايحين خارجين تدوا ليكيبمون تاعهم باسكو في ليكيبمون تاعكم كاين لي تريك ممنوعه قالوا احنا اعطونا لي مايو تاعنا نلعبوا بهم قالوا لي مايو تاعكم ما يخرجوش كي تجوا رايحين دوه معاكم قالوا خلاص يما حبسوا هنا ليش ما اخذوا الاحتياطات تاعهم مع الاتحاديه شافوا لهم ان ايكيبمون بلي كولور تاعهم غدوه يقدموه لهم حبوا يلعبوا اللهم بارك ما حبوش يلعبوا القضيات واليونافا اللي تروح الفيفا تمشي الفيفا تبدا ديجا في الكاف الفيفا الكاف الكاف باينه باينه الكاف باينه هنا انت ما عندك ما تخاف لان القانون ما ضرر القانون يحميك انت يا هذا الارتيكل 4 تاع الديسكريميناسيون نو ديسكريميناسيون راسيزم والماده هذه تاع ليكيبمون الارتيكل 59 الينيا 01 يمنع لهم يديروا لي تريك تاع بوليتيك خليه ما يحبش يلعب ما يلعبش خلي لاكاف تدي الاجراءات اللي تحب لوسما ماتش ريتور تبريزونتي روح عندهم تما ما على بالناش راح يصرى لكن لحد الان غير هما اللي يعرفوا الى غدوه يدخلوا للميدان باش يلعبوا ولا ما يقدموش روحهم في لا بريزونطاسيون تاع لي زيكيب ما يعملوش لا فيديو ماتش وما يبريزونتيش تفضل يا صاح الخبر الرسمي يعني الاولي هو ان الاتحاد الافريقي قبل ان يلعب نادي بركان بالشعار اللي جا به يعني بالقمصان وهذا تعدي خطير على لوائح الفيفا وعلى لوائح الاتحاد الافريقي الان انا قلت قرار اولي القرار اتخذ يعني في الاجتماع التقني الكاف سمحت او مدت الكاف بعتوا مراسله انا جايك بعتوا مراسله نعم يعني طلبوا من السلطات ايضا الجزائريه حتى بالسماح للفريق المغربي ب يعني استرداد بدلته ولكن انا نقول هنا هذا قرار اولي هذا مخالف تماما يعني خلينا نخاطبوا يعني الراي العام الرياضي هذا مخالف تماما للوائح والقوانين اذا كان اليوم الكاف يعني لم تحترم قوانينها ولم تحترم لوائحها فهذا امر خطير وخطير جدا اذا انا قلت اليوم ان الكاف تورط في لعبه خطيره لعبه مخزنيه بامتياز لهذا اليوم لابد على الكاف على مسؤولي الكاف ان يراجعوا حساباتهم ان يراجعوا قراراتهم ولا يجب ان يختبئوا وراء ان النادي المغربي لعب بنفس القميص في المباراه الماضيه اليوم الحمد لله ان النادي المغربي تدرب بصفه عاديه يعني قبل قليل تدرب بصفه عاديه في ملعب خمس تجويله وهذا مطابق له هو حضر المباراه يلعب طبعا ولكن انا نقول اليوم على الكاف اليوم على الكاف ان يعي هذه اللعبه السياسويه الخطيره جدا لانها لا تحترم لا القوانين لا المبادئ ولا اسمح لي اليوم على الكاف اليوم الكاف امام مازال لا يجب لا يمكن ان يضع الجزائر امام الامر الواقع او اتحاد الجزائر او الاتحاد الجزائري او حتى الدول الجزائريه لا مستحيل يعني نتكلم على الجزائر امام الامر الواقع اليوم على الكاف اليوم على الكاف ان يتحمل مسؤوليته يلا يزيد على الميثاق الاولمبي النادي يسري الميثاق الاولمبي محمد يا للراي المشاهدين الكرام يسري على كل الكونفدراليات وعلى الكونفدراليات الدوليه والاتحادات الوطنيه الامر مفروغ منه يعني احنا رانا نتكلموا في لا اليوم الامر مفروغ منه المربع الجماهير الرياضيه تعرف القانون بالضبط ميثاق يوسف يهضر على الميثاق الاولمبي تحدثوا عن الميثاق الاولمبي ورا الميثاق الاولمبي في القضيه تاع الالعاب الاولمبيه تاع باري هكذا لو كونفلي بين لا روسي والاوكران يديروا حرموا لي زاتليت روسي كونكوريو بالناسيوناليتي تاعهم لا باريير نوت لا باريير نوت في نفس الوقت كاين صهنوي عنده قريب 10 شهور هو يعتدي على
الشعب الفلسطيني. سمعت انت كاش نهار تنديد ولا قالوا الكيان الاسرائيلي والممثلين تاعهم ما يشاركوش في الالعاب الوطنيه؟ كيف نتعامل مباراه هذا الاحد؟ كيف سيتعامل محافظ المباراه؟ كيف سيتعامل فريق اتحاد العاصمه ونظره بركان في ذلك كل ما حدث؟ هناك قوانين، اذا طبقت القوانين بحذافيرها الفريق لا يلعب بالشعار، لان موجود القوانين في الماده الرابعه من قانون الفيفا، في الماده 59 من قانون الكاف، و60 موجوده باللي ولا شعار على الاقمصه. انا اعطيتك مثال بسيط، الكاميرون على جيردي بارغر بدلت الفيفا قانون ممنوع منع ليكيبمون كومبلي، وليكيبمون تتكون من مايو شورت با بروتيش تيبيا سولي، ها القانون والله خلينا كاشكو سيرفاتون الغارديا هادو مفروغنا، ولكن هاولي كوجا بدون شعار. انا حطيت لك هذا واش مكتوب، مكتوب الا السلوغون تاع الفابريكو شركه الالبسه الرياضيه فيما اديداس. هنا مراقب المباراه في لارينيون تكنيك كي بريزونتيو ليكيبمون، كي يجيبوا ليكيبمون يجي هذاك، اذا جاب داير ما كاش قميص، قميص ما دخلش قميص. يعني هنا تحيه كبيره للجمارك الجزائريه التي كانت يقظه، لم تترك اللباس ان يدخل، ما ممنوع، لانها هنايا امورات من حق الجمارك الجزائريه ان تتدخل لما تشوف اشياء مخالفه للقوانين المعمول بها في بلدنا. كل بلد حر في القوانين نتاعو. هنا في رينيو تكنيك اذا اليوم فيه قرار أولي من الكاف، محمد اليوم فيه قرار أولي من الكاف بعته بريد ليس نهائي. أنا أطرح لكم سؤال بطريقة أخرى يا زكريني، أن الفريق أصر على لعب المباراة بقميص معين ورفض قميص في المطار، كنت قادر نغادر ونرفض عدم الدخول، دخلت وبقيت ودربت وراني ندرب ونحضر المباراة. أنا هنا قادر نفهم أيضا أني نستفز، نقوم بمسرحية، نأثر على المنافس في نهاية المطاف في لعبك المباراة. هذا مفروغ منه في كاس أفريقيا في الشان أخير، على ما كاش نجوع على تونس ونجوع على منا والمباشر وما نجوش مباشر، على هذا دائما استفزاز مع الأخير جاء مباشرة، ما جاش مباشرة، اسمع جاء على تونس، هذا مفروغ منها، هذا استفزاز. هنا ترجع للمراقب اللقاء اللي راح يقرر هل هنا المباراة تلعب اذا طبق القوانين ورفض المنافس ما يرفض. سكريني الاتحاد الجزائر مفروغ منه، يتنقل الجمهور، يتنقل محافظ المباراة، يتنقل كل حكام المحافظين حتى شرحوا الامور كيف تسير كل احتمالات. لازم يروح وبعدين تيجي سيالي، لما جاش الفريق المنافس لما جاش الفريق المنافس يدون في ورقه المباراه بان الفريق المنافس كورديناتور يكون في كاين 14 واحد خمس سوايع قبل المقابله، كورديناتور والسيكوريتي خمس سوايع قبل المقابله موجودين هنايا هو، ولكن المسؤول كامل في هذا الخط هو الكورديناتور، هو المنسق تاع، هو المسؤول على هذا. بطبيعه الحال هناك مراقب المقابله، هو مراقب الحكام، عده شخصيات موجوده، ولكن القرار يتخذه مراقب المباراه. في اللحظه اللي نتكلم فيها محمد واسمح لي سكرين، في اللحظه نتكلم فيها الاتحاد الافريقي بين موقفه، يعني وكانه اعطى الحق حتى الان، يعني نقول اعطى الحق للفريق المغربي، وهذا بالنسبه لنا هذا تطاول كبير على القوانين وعلى اللوائح. احنا اليوم لازم نركز على هذه النقطه، اليوم الفريق المغربي لو لم تكن فيه مباركه سياسيه من السلطات ومن النظام في يوسف مفروغ من القياده. شوف الفريق بركان لما تنقل سياسيه موجوده، خليني نقول لان هنا دور الهيئات الرياضيه انتهى، هنا كاين دور واسمه تدخل سياسي فظيع في الامر، هذا واش حبيت ناكد عليه. التدخل السياسي الفظيع لماذا؟ هو الان ورط الكاف، اليوم الكاف ماشيه في مخططه، كيف نعمل؟ ماذا سنفعل؟ الان نتساءل كيف ستتعامل الكاف
ما وضع حتى في 24 ساعة كريم الآن الكافي اتخذت موقفها أولي الأولي طبعا لأنه أنا كاتحادية وكفريق عندي فرصة للطعن والرد وفق قوانين طبعا وهذا ما يجب على المسؤولين الجزائريين سواء في الاتحاد الجزائري وأيضا حتى بصح الاتحاد الجزائري قبل دخول ما كان في اجتماع طارئ كانوا في اجتماع باش اتخاذ القرارات المناسبة لهذه الحالة للرد على الوضع الحالي من حق الاتحاد الجزائري أن يرد على هذه طبيعي جدا بلغة القوة لكن أجمل رسالة أجمل إحنا أيضا متعودين ونعرفوا شوف أنا كريم أنا نعودك شوية للوراء وطريقة استقبال البعثة المغربية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تتذكر؟ نتذكر مثل ما نفعل دوما مع ضيوفنا مع كل ضيوفنا ونفس الشيء حدث نفس السيناريو لأن كان في مصطفى سامحني لأن كان في كلام عن احتجاز إعلاميين وحينها تحدث نعم ما حدث ما حدث كان هناك كلام كبير على كل حال على كل حال معروفين على كل حال بهذا القول الاسيائي الاكاديمي معروفين بها والتشبيه السيناريو واضح مصطفى كل ما هو جزائري السيناريو واضح اليوم احنا في هذه الجلسه اردنا ان ننور الراي العام بلغه القانون لان الامر مفضوح ومتعودين عليه ولكن ايضا الجزائر متعوده انها تتعامل مع هذه المواقف بطريقتها الخاصه تفضل مصطفى نعم نتذكر كل سيناريوهات في 2022 في العاب البحر الابيض المتوسط في المنافسه تاع الشباب في تاع الفئه اقل من 15 اقل من 17 سنه الطائرات جي ما تروحش تطلع ما تروحش لكن القرارات الجزائر دائما القرارات سياديه ولا تتراجع فيها ومبادئ تحاول يعني القرارات دائما تكون يعني مضبوطة كما ينبغي أنا دائما نعود إلى الرياضة من شأن الرياضي نقول أنه اليوم اتحاد العاصمة راح يلعب مباراة نقول مهمة ككل المباريات ما لازمش ندخل من الأشياء ونعطيها أكثر من حجمها الفريق هو مرتاح محضر مركز على مبارته بعد عندي تواصل مع بعض المسؤولين قال لك حنا رانا حضروا بصفة عادية الجانب الديني راح يلعب دوره في هذه المباراة هذه لأنه التحضير أكيد راح يخص كثير الجانب الديني وداركين الطرف الآخر أنه اتحاد العاصمة في أحسن أحواله يعني يلعبوا كل أوراق تاعهم لكي استفزازوا التأثير عليه معنويا على معنويات الجماهير تاع الجزائريه ماهوش الا اتحاد العاصمه لان حتى جمهورنا ايضا حضاري ويعرف كيف يتعامل مع المباريات لهذا الغرض لابد ان يكون واعي الكريم مهم جدا يكون واعي لانه عارف انه الطرف الاخر يريد اثاره الجزائريين ضد الجزائريين فعلا لهذا الغرض انا ونعطي ميساج يعني كل الجماهير الجزائر باش تكون حاضره باش يساندوا اتحاد العاصمه ولا اتحاد الجزائر فعلا. في هذه المباراه هذه لو نقدموا دائما تلك الصوره الجميله اللي متعودين نقدموها عن الجزائر كما قلت في البدايه المشكل لم يكن ابدا مشكل منافسه لم يكن ابدا مشكل مباراه في كره القدم بل هو مشكل سياسي في الاعراف الدوليه وفي المنافسات الرياضيه الامر يتعلق باخلاقيات الرياضه الجمارك الجزائريه اعود واذكر هي مؤسسه الدولة لا تسمح بأي طريقة كانت عبور وإدخال أجهزة أو إشهارات تحث على المساس بالأخلاقيات والتخريب مثلما هو الحال وما حملته هذه الأقمصة من شعب